ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ طبعا الفيديو ده انا بحبه جدا جدا، وكنت حاسفاه من اليوتيوب عشان خاطر كان عليه مشاكل وكده، فانا ظبطت شلت الحمد لله المشاكل اللي كانت عليه. فانا قالوا لي بقى انشري تاني مش هينفع وكده، فاضطريت ان انا طبعا انشره اهوت عشان تحتفلوا بقى معايا، واللي ما شافنيش واللي ما حضرش بقى العيد ميلاد بتاعي البسيط ده يحضر بقى معايا. وقولوا لي بقى كل سنه طيبه في الكومنتات بقى من اول وجديد. انا كان عيد ميلادي قريب يعني، فكانوا عاملين لي حفله بسيطه كده، كنت بره وجيت فجاه كده لقيتهم هنا صحابي ولاد خلاني. فيلا هسيبكم بقى نتفرج كده شويه مع بعض، وقولوا لي بقى كل سنه طيبه من اول وجديد بقى، معلش. Thank you.